مع آخر المتسابقين وآخر فجعتني خلتني جاي الضيوف وكل شيء. أتذكر أنا خبتني قلت كل شيء. محمد عادل بن هيف، وأنا تراني عندي لخبطة بالأسماء الربع، الذاكرة عندي تيرابايت. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنتوا قلتوا شكرت اللجنة، حسبت أنكم سحبتوا على شكرت اللجنة لأني بننتقل عليهم وخلاص. الله يستر عليهم. عادل بن هيف، الله يطول. من وين يا عادل؟ من الخرج الله يحييك. من الخرج؟ الله أوه بسلطان حبيبي، الدعوة بها خرج. أبو سلطان، أن تقرأ عن الإبداع شيء عظيم، أن تقف بجانبه شيء أعظم. عادل خليه يروح روح، ترى علي الغامدي من أهل الخرج، اضبط معه. أوكي علي حبيبي الكل. أيوه الله يوفقك. متسابق عادل القحطاني، نقدر شاعر ومقدم وملقي ممتاز. ممتاز، هذا ممتاز. من اللي كتب له ممتاز؟ وبنفسه كتب ممتاز. انا اهم شيء قريت لك ممتاز هذه، الله عليك. طيب شيخ، اتوقع انه ما عاد يمدينا على المويه يا شباب اللي معكم. اهلا وسهلا يا عادل. السلام. في ورده ولا ما فيها الربع؟ يلا بورده مثل ورده محمد. محمد يلا بورده مثل ورده محمد، بمر من تركي جعل تركي الجنة، أجعل الجنة فالكم جميع. مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك بالخير. ورد ذاك العقد. الله خطير. كيف حالك أبو خميس؟ طيب بشر عن صحتك. عادل أقنعنا، وشلون نعطيك الوردة؟ أنا أقنعك طال عمرك بحول الله وقوته، وليس بإبداع مني. أنا أخوك عادل بن هيف، شاعر، ولي في التقديم، سواء كان تقديم تلفزيوني أو مذيع ميداني، كلها إن شاء الله في شغف في الجهة في الاختصاص هذا، إضافة اللي ملقي للشعر الفصيح. عطنا. اللي بتختار منها سم. عطنا شعر فصيح. شيء فصيح؟ طيب أعطيك أبيات لأمرو القيس. يلا بسم الله. في ليلة العامرية. الله. يقول طبعا عشان تفهمون قصتها بعجالة، طبعا أمرو القيس راح في رحلة ما، المهم يوم راح الرجال ورجع لقى ليلة العامرية مخضبة يدينها، يعني محنيتها، توقع أنها عرست، والرجل عشيقها وهي له وهو لها، فدار بينهم حديث فاختزل في الأبيات هذه. يقول: ولما تلاقينا على سفح رامة، ولما تلاقينا على سفح رامة، وجدت بنان العامرية أحمرا، فقلت: أخضبت الكفة بعد فراقنا؟ فقالت: معاذ الله، ذلك ما جرى، ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى، فمسحت بأطراف البنان مدامعي، فأصبحت خضاباً بالأكفي كما ترى. عاد هو المسكين اقتنع عاد ولا؟ بس الله يسعدك يا حبيبي أبو خميس. حضورك جميل صراحةً، تواجدك حلو. أنت والله لك مشاركات قبل كذا لك؟ إيه نعم، من ناحية الشعر لي مشاركة. لا أقصد تلفزيونية، برامج تلفزيونية. نعم طلعت في أكثر من قناة. كلقاءات؟ إيه كلقاءات. برامج واقع؟ لا. لبيه؟ برامج واقع؟ لا. لا برامج واقعيه لا، سبق دخلت في سباق لكن ما. ايش الشيء اللي تقدر تقدمه انت الان؟ كلهم شعراء. ايش الشيء الاضافي اللي عندك؟ التقديم. تبي نسوي معك لقاء على السريع؟ يلا عشان الاذان. عشان الاذان. يلا نختم اللقاء هذا. يلا يلا يلا. طبعا عندنا الان يلا 3-2، انا مقدم. تمام يلا بسم الله خلف الكواليس. 3-2-1. اسعد الله مساكم كل خير اصدقاء الواقع، مشاهدينا الكرام من كل مكان، في اخر يوم في التصفيات المؤهلة أو التصفيات التي تتضمن المتسابقين في برنامج كاريزما، آخر يوم ننقل لكم ما يحدث خلف الكواليس. معنا الآن على الخط عضو لجنة التحكيم أبو خميس. أسعد الله صباحك أبو خميس. حياك الله. ترى أبو عباس. أنا أبو عباس، معليش أنا أقول عادي. عباس وخميس كلهم أخوان يا حبيبي. أبو عباس كيف اليوم والله المتسابقين ممتازين جدا، واخر واحد فيهم احسن واحد ان شاء الله. عادل بن هيف يا ابو عباس كويس؟ مره ممتاز. يمشي ولا ما يمشي؟ يجي منه يا حبيبي ابو عباس. شكرا لك. يمشي. شكرا لك. يعطيك العافيه عادل. الله يسعدك. شكرا لك يا علي. شكرا لكم جميعا، شرفت نورت. طيب طبعا راح نشكر الشباب للاسف عشان وقتنا. شكرا لك ابو عباس. الله يسعدك. شكرا لك. حياك الله ابو سلطان. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام. طبعا وصلنا إلى نهاية هذه التصفيات بالنسبة للحلقات، ولا التصفيات هي مستمرة، يعني حتى الشباب اللي لا زالوا يقدمون إلى الآن نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بإذن الله.